السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم عن منصة الهابي كوين أو عملة الهابي. أوكي، إحنا دلوقتي في منصة كوين جيكو. لو رحنا كوين جيكو تمام، هنلاقي لينك الويب سايت اللي إحنا كنا فيه من شوية، وده لينك الميديوم، وده لينك البي إس سي سكان تمام. ده سعر العملة 0.00003 تمام. الزيادة بتبقى بنسبة 199.6%، يعني المكسب مضمون جدا تمام. يعني لو دخلت بدأت تستثمر فأنت كده كده هتكسب. ده التوتال سبلاي عبارة عن 1 مليار تمام، أو أكتر من مليار كمان تمام، وأكتر من مليار بكتير، أعتقد ده 1 بليون تمام، 1 بليون تمام. أما بالنسبة لحجم التداول فهو 363,931 يو اس دي سي تمام. دي مقارنة بين 24 ساعة و24 ساعة في الانخفاض والارتفاع. في الانخفاض 0.00000013 يو اس دي سي، في العلو 0.00 وإلى لحد ما نوصل لـ2. لو خدنا بالنا هنلاقي ده طبعا، نلاقي ان العلو بيسبق الانخفاض تمام. دي 13 في الاخر ودي 2 في الاخر تمام، او اعتقد دي اعلى يعني. المهم يعني ان نسبة الربح بتبقى 199.6%. لو حبينا نعمل تشيك كده وحبينا نعمل 1000 هابي يساوي كام؟ هيكملش ال 1 يو اس دي تي. وحبينا نعرف 1 مليون مثلا، يقول لك ما يكملش الواحد، متخيلين؟ يعني مليون هابي مش هيكمل 1 يو اس دي تي. دي اوفر فيو عن العمله. العمله كانت قليله طبعا، قليله بتنزل في النص تمام، تنزل بعد كده ارتفعت شويه، برضو تنزل وتطلع، تنزل وتطلع، بعد كده ارتفعت ارتفعت ارتفعت، وده اقصى حاجه ليها تمام، اللي هو 0.0 لحد 13 اللي احنا قلنا عليه تمام، لحد ما نزلت. بس هي دلوقتي في مود الارتفاع تمام. بس كده لو رجعنا بقى الويب سايت تاني، انا بيقول لك دونت وري بي هابي تمام، كعبارة يعني لها علاقة بالعمل. بيقول لك اشاريتي اورينتد توكنز ذات از هيلبنج تو فايت منتال الالنس اكروز ذا وورلد ميت هابي كوين. ان هي بتساعد في ان هي بتحارب المرض تمام، فايت منتال الالنس على مستوى العالم او حول العالم، اكروس ذا وورلد. طب هاو تو باي هابي كوين، ودي اهم حاجه طبعا. هنقول تاني يوزنج مش يوزنج بقى بانكيك سواب. ثانيه كده، انت اول حاجه بتعملها بتنزل ابلكيشن تراست وولت تمام، وبتشتري بي ان بي او بي اس سي تمام عن طريق التراست وولت تمام. وبعد بتخش على الديبس تمام، عن طريق البراوزر او الايفون عادي تمام، ولحد ما توصل للينك ده تمام، هتلاقي بنك اكس واب تمام، سويتش تو في 1. يعني احنا مش بنخش بنك اكس واب على طول، لا احنا بنعمل خطوات قبليها تمام، وفي ناس عامله اوريدي الخطوات دي يعني تمام. وهكذا بقى لحد ما تعمل كونفيرم للترانزكشن تمام. ده الترانزكشن طبعا، ده العقد، وتعمل له كوبي تمام. هنا بقول لك بعض الاسئله، وات از هابي كوين، ار يو اون سوشيال ميديا، بقول لك في تويتر، في تويتش، في انستجرام، في ميديوم، تليجرام، ديسكورد، ريديت، وهكذا. او تو باي احنا قلنا الخطوه تمام. بيقول لك ان احنا ان هم ليهم علاقه بالجمعيات الخيريه. ايوه ليهم علاقه، معظم البروجكتس دلوقتي ليها علاقه بالجمعيات الخيريه او الشاريتيز تمام. اوفيشال توكن اي دي اللي احنا الكونتراكت اللي احنا كنا عنده دلوقتي، الوالت اي دي برضه نفس الكونتراكت، او مش نفس الكونتراكت، مختلف عنه، لان يعني الوالت بتختلف عن الكونتراكت نفسه تمام. وهكذا بقى، دي شوية أسئلة كتيرة جدا تمام. لك وير كان أي فايند ذا ديف تيم، الحاجات دي كلها ممكن تلاقي إجابة عليها بسهولة. لو رحنا منصة تويتر
حبينا نشوف البيج طبعا عشان تعمل فولو ليها. تمام، هنا هابي كوين، هنا بقول لك اشاري اورينتد توكن، ليها علاقه طبعا بالشركه او الجمعيات الخيريه. It is helping to fight mental illness across the world. نفس الموجود في الويب سايت الاساسي، لينك الويب سايت، ودي شويه تويتس تعمل فولو وتشوف تويتس. تليجرام كوميونيتي، اوبن تليجرام ديسكتوب، هلاقي جروب. تمام، ده جروب 11,000 وربع، يعتبر 11,000 وربع ممبرز. تمام، عدد كبير طبعا، ده رمز التوكن. لو رجعنا تاني كده نكون ده طبعا الميديوم، الديسكورد، التويتش، تمام، والريديت وهكذا. تمام، دي انفورميشن، ده طبعا الايميل. تمام، تقدر تبعت رسالة. الرود ماب طبعا احنا حابين نعرف الرود ماب، نطلع فوق ثانية طيب عشان نعرف الرود ماب. يعني مش موجودة الرود ماب هنا ليه؟ بس على العموم يعني هتلاقي الرود ماب بتاعتهم كوارتر 1، مش عارف، تلاقي حاجات كده يعني. تمام، هتلاقي مثلا ليستد كوين جيكو، ليستد كوين ماركت كاب، وحصل طبعا ان هم بقوا موجودين في كوين جيكو. تمام، بس كده. لو حبينا نعرف الرود ماب دي طبعا توكنومكس، تمام، اوريجينال سبلاي اللي احنا اتكلمنا عنه، 30% بيرنل، 10% ضريبه، 5% بيروحوا للهولدر، 5% بيرجعوا للليكويديتي. تمام، ودي طبعا في مكسب طبعا، وشاريتي وولت زي ما اتكلمنا، في 5% بيروحوا بيتحولوا، 2.5% بيتم استثمارهم عن طريق البروجيكت، و2.5 بيروحوا للشاريتي وولت. دي الرود ماب طبعا اللي كنا بندور عليها. هنا ابريل كانوا بيسعوا الحاجات دي، البانكيك سواب والحاجات دي كلها، في مايو كوين جيكو، الحاجات دي هي اللي حصل، الحاجات اللي عليها علامة صح دي هي اللي حصلت. تمام، وهكذا. تمام، ده هاو تو ميت ذا فاوندر. تمام، وهكذا. كده الفيديو طول، اعتقد احنا قلنا كل حاجة عن الهابي كوين. تمام، تقدروا تعملوا سبسكرايب بحيث توصلكم كل جديد، وطبعا لينكات البيجز دي او الويب سايتس دي هحطها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وهاف ا نايس تايم.